الأخبار. أبرزت موقف مجلس الوزراء النهاردة على منح شركة فوسفات مصر منطقة امتياز 220 كيلو متر في هضبة أبو طرطول لإنتاج والبحث عن الفوسفات. وافق كمان مجلس الوزراء على قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، وقال إن القانون ده بيتيح إنشاء جامعات عالمية على الأراضي المصرية. وقدمنا لكم تفاصيل منذ قليل.